النابلي من وجهة نظري هو من الامتحانات اللي بيبقى كورنر ستون في الرحلة بتاعتك مع المعادلة. ليه كورنر ستون؟ لأنك لما بتعدي النابلي ده بيفتح لك حاجات كتير وبيفتح لك سكك كتير، مش هتكلم عنها بديتيلز قوي، خصوصا الديتيلز الخاصة بالهجرة، لأن احنا مش هو ده اللي عايزين نتكلم عنه النهاردة. أنا عايز كل ايفنت يكون مركز قوي في الحاجه اللي بنتكلم عنها، فانا عايز اكون مركز قوي هنا النهارده في الكنديان بورد. لسه هنعمل لهم ايفنتات خاصه بيهم بس مش دلوقتي. بس باختصار، النافلي لما بتخلصه اولا بيفتح لك ان انت تقدم على حاجه اسمها سوبرفايزد لايسنس او ريستريكتد لايسنس، يعني تقدر تقدم على رخصه مؤقته قبل ما تخلص بقيه الخطوات بتاعت المعادله لما بتعدي النافلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، النافلي لانه بيفتح لك او بيديك الاوبشن انك تقدم على الرخصه المؤقته، ده بيديك الاوبشن برضو ان انت تقدر تستغل الليميتد لايسنس دي مع بعض برامج الهجره. فبقت المعادله دلوقتي بقى ليها فاليو في الهجره، وده ما كانش موجود زمان لان البرامج دي ما كانتش موجوده لسه. طبعا مش هتكلم عن ده برضو دلوقتي، لسه هنشرحه بالتفصيل في ايفنتات جايه. بس هما دول اهم حاجتين in regards to النافلي. يعني الحاجة الثالثة، بس دي لما هتبقى في كندا هنا مش هتعرف تعملها وانت في مصر، ان الانترنشيبس والريزيدنسي بروجرامز كلهم بيشترطوا ان انت تكون معدي النافلي. بعضهم بيشترط انك تكون مخلص المعادلة تماما لو انت فورين فيترينيريانز، بس الغالبية منهم بالذات في كندا بيقولوا ان انت لو بس عديت النافلي انت eligible ان انت تقدم على الانترنشيبس. بس دي طبعا لما تبقى في كندا. برضه هنعمل على ده ايفنت مخصوص عشان نتكلم على الموضوع ده بالتفصيل. بس الثلاث حاجات دول باختصار هم دول الحاجات اللي بتخلي النافلي كورنر ستون في الجيرني بتاعتك مع المعادله. النافلي زي ما قلنا هو اختصارا للنورث امريكان فيترينري لايسنسنج اكزام، يعني امتحان الترخيص البيطري الخاص بنورث امريكا. الامتحان ده حتى الطلبة اللي متخرجين من هنا بيمتحنوه، يعني لو انت طالب فيترينيريان كندي في كلية هنا في كندا وخلصت الكلية مش هتاخد اللايسنس إلا لما تمتحن النافلي وتعديه. فهو حاجة مشتركة ما بيننا وما بين الخريجين اللي هنا. طيب الامتحان ده شكله عامل ازاي؟ ده تاني امتحان نظري بتمتحنه برضو بنفس الطريقة اللي بنمتحن بيها البيزك. بتبلغ البورد ان انت عايز تمتحن الامتحان النابلي، وساعتها بيبعتوا لك اوثرايزيشن تو تيست. والامتحان النابلي ده اللي بيعمله مش البورد بقى، يعني البيزك اللي عامله هو البورد، النابلي اللي عامله انترناشونال كونسل اوف فيترينري ميديكال اكزامينرز، دي اورجانيزيشن لوحدها كده هي اللي عامله امتحان النابلي ده، وهي دي اللي بتاخد فلوس الامتحان. بتاخده عن طريق البورد بتاعك، يعني انت برضو مش هتروح للاورجانيزيشن دي منك لنفسك كده تمتحن، لا انت برضو بتبلغ البورد وبيبعتوا لك اوثرايزيشن تو تيست عشان تمتحن الامتحان النافلي. طيب في بقى اختلافات ما بين النافلي وما بين البيزك. اول اختلاف ان النافلي مش متاح طول السنه زي البيزك، لا ده ليه ويندوز، ليه اوقات معينه من السنه عشان تمتحن. الويندوز دي بتبقى فروم ميد نوفمبر لميد ديسمبر، من نص نوفمبر لنص ديسمبر، وفي ابريل. دول الوقتين من السنه اللي ممكن تمتحن فيهم النافلي، وكل ويندو فيهم ليها ويندو عشان تريجستر. يعني لو انا عايز امتحن الامتحان بتاع ابريل بيبقى في ويندو قبل امتحان ابريل بكام شهر، دي الويندو اللي هي متاح فيها التسجيل في امتحان النافلي بتاع ابريل. مجرد ما الويندو دي عدت، حتى لو انت لسه ابريل لسه ما جاش، ما ينفعش تحجز في ابريل، خلاص لازم تستنى ان يفتح باب الحجز للويندو بتاعة نوفمبر وديسمبر. دي أول اختلاف ما بين النافلي والبيزك. تاني اختلاف ما بين النافلي والبيزك هو أن النافلي امتحان كلينيكال، امتحان كله كيسز. البيزك كان امتحان بيزك لكن ده كلينيكال، عشان كده لما هنشوف دلوقتي النافلي متقسمة الأسئلة بتاعته على سبيشيز، مش متقسمة على مواد، على K9 وفيلاين وإكواين، لأن الامتحان كله كيسز. النافلي محتاج تركيز اكتر، محتاج تركيز في السيمتومز، هيسالك كتير في الديفرنشال دياجنوزز، هيسالك كتير في التريتمنت، لان هو هنا بيقيس قدرتك كشخص خلاص نازل الفيلد يشتغل، لان ده الامتحان بتاع اللايسنس.
فالامتحان بيكون ادفانسد اكتر من البيزك. الوقت في النافلي بيكون مزنوق اكتر، وهنشوف دلوقتي امتحان النافلي متقسم ازاي. حاجه كمان، النافلي مش زي البيزك تقدر تسقط ومفيش عدد ماكسيمم لعدد مرات اللي ممكن تسقط فيها، لا، في النافلي ليك 5 مرات. اول 3 مرات لو انت سقطت في ابريل تقدر تخش في الويندو اللي بعدها على طول لو عايز، سقطت في نوفمبر تقدر تخش في الويندو اللي بعدها بتاعت ابريل لو عايز. ده اول 3 مرات. بعد كده لو سقطت لتالت مره، سي ان تالت مره دي كانت في الويندو بتاعت ابريل، ما ينفعش اخش في الويندو بتاعت نوفمبر، لازم استنى سنه بقى. لو سقطت لتالت مره، المره الرابعه لازم تبقى بعدها بسنه، اتليست سنه. لو سقطت رابع مره برضو لازم استنى سنه عشان اخش خامس مره. لو سقطت خامس مره هتعيد من اول وجديد، هتبدا ريجستريشن في البورد تاني من اول وجديد. فده برضو اختلاف ما بين البيزك والنافلي. يبقى دي هي الاختلافات الاساسيه ما بين امتحان البيزك وما بين امتحان النافلي. تعالوا بقى نشوف امتحان النافلي دلوقتي شكله عامل ازاي والاسئله فيه بتبقى متقسمه ازاي. النافلي 360 سؤال. الاسئله دي متقسمه على سيكشنز، 6 سيكشنز 65 مينتس ايتش. وده برضو اختلاف تاني ما بين النافلي والبيزك. البيزك كنت بتاخد ال 225 سؤال ورا بعض مفيش ريست. في النافلي ال 360 سؤال متقسمين على 6 سيكشنز، كل سيكشن 60 سؤال. لما بتبدا امتحان النافلي بيتفتح لك اول سيكشن، اول سيكشن ده بيكون 60 سؤال وبيبقى فيه تايمر شغال، تبتدي تمتحن والتايمر ده بيبقى ساعة، يعني كل سيكشن ساعة. فبتبتدي تحل الأسئلة الستين سؤال، سواء خلصت الأسئلة أو ما خلصتش، أول ما الستين دقيقة يخلصوا السيكشن بيقفل، أنت ليك 45 minutes 45 دقيقة ريست. مجرد ما أول سيكشن قفل تلاقي التايمر بتاع الريست ابتدى يشتغل، ال 45 minutes عد تنازلي. انت دلوقتي ليك مطلق الحريه بقى انك تخش على السكشن اللي بعده على طول، او انك تاخد شويه من الريست بتاعتك. بترفع ايدك بيروح المراقب اللي بره يخش لك ويروح مطلعك من الروم، وتقعد تاخد ريست زي ما انت عايز. انت ليك 45 minutes total، وبعدين ترجع تمتحن سكشن 2. وهنا في معلومه مهمه، ان لما بتيجي تخش النافلي بيبقى فيه في الاول ديمو. الديمو ده بيشرح لك السوفت وير بتاع الامتحان، ازاي تعمل نيكست، ازاي تعمل بريفيوس وهكذا. الديمو ده بيبقى موجود على الموقع بتاع الانترناشنال كونسل اوف فيترينري ميديكال اكزامينرز، وهيبقى فيه لينك للموقع بتاعهم موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. فتقدر تشوف الديمو ده قبل ما تخش الامتحان. بعدين لما تيجي تخش الامتحان ويطلع لك الديمو ده، الديمو ده بيبقى متخصص له ربع ساعه. اعمل نيكست نيكست نيكست، خلي الديمو ده يخلص على طول. فالربع ساعه دي هتضاف للريست بتاعك، يعني الوقت اللي هيفضل من الديمو، من الوقت بتاع الديمو هيضاف للريست بتاعك. فبدل ما يبقى معاك ريست 45 دقيقه يبقى معاك ريست ساعه. الربع ساعه دي هتفرق معاك، لان الامتحان زي ما انتم شايفين 6 سيكشنز وكل سيكشن 65 مينتس، يعني احنا بنتكلم في 6 ساعات. انت متخيل بقى هتقعد 6 ساعات تمتحن، فالامتحان مرهق الى شكل، يعني بشكل لا يمكن لاحد ان يتخيله. فالربع ساعه دي هتفرق معاك. انا عن نفسي اللي عملته ان انا خدت 2 سيكشنز، بعدين رحت واخد نص ساعه ريست، بعدين رحت داخل واخد 2 سيكشنز ورا بعض تاني، وبعدين خدت نص ساعه اللي فاضله ريست، وبعدين رحت واخد ال 2 سيكشنز الاخرانيين. ده اللي انا عملته، لكن طبعا it depends on you. تقسم الريست زي ما انت عايز ما بين السيكشنز. طيب الامتحان ده الاسئله بتاعته متقسمه على سبيشيز. هتلاحظوا ان الكي 9 والفيلاين نص امتحان النافلي، نص امتحان النافلي سمول انيمالز، والباقي بقى لارج انيمالز واكزوتكس. التقسيمه اللي انتوا شايفينها دي هتشوفها في كل سيكشن، يعني مش هيحصل مثلا ان انت تخش في اول سيكشن تلاقي السيكشن بالكامل كيناين، لا مش هيحصل. كل سيكشن هتخشه هتلاقي نصه كيناين وفيلاين وجزء اذر سمول انيمالز وجزء لارج، بنفس التقسيمه اللي انتوا بنفس النسب اللي انتوا شايفينها دي يعني. طيب هتلاحظوا ان تقسيمه الاسئله على السبيشيز لما تيجي تعدهم هيدوك ايه؟ 300 مش 360. امال ال 60 دول راحوا فين؟ ال 60 دول هم كمان بري تيست كويستشنز، زي البري تيست كويستشنز بتوع البيزك اللي هي اسئله ما عليهاش درجات واللي انت برضو مش هتبقى عارفها.
طيب في حاجة نسيت أقولها في البيزك، بس هي ثابتة في البيزك وفي النافلي، فممكن نقولها في الاتنين مع بعض. النجاح في البيزك وفي النافلي من كام؟ النجاح من 55 ل 65%، يعني اتليست خلي التارجت بتاعك انك تكون جايب 65%، حل ال 65% من الاسئله صح. وانا بقول لك اهو، انسى ان انت تبقى خارج من الامتحان عارف انت حالل نسبه قد ايه صح. يعني امتحانات المعادله ما هياش زي امتحانات الكليه ولا زي امتحانات الثانويه العامه. ما فيش حاجه اسمها انك هتخش تقفل الامتحان، ما فيش حاجه اسمها انك هتخش تكون يعني 100% شو. لا، اولا الاسئله كتير جدا، فانت اصلا مش هتفتكر انت حليت ايه وما حليتش ايه ومتاكد من ايه ومش متاكد من ايه. فبس انت بتبقى عندك يعني some sort of يعني sense ان انت حاسس انك حليت كويس او حاسس انك حليت وحش، بس يعني عمرك ما هتوصل ان انت تبقى خارج 100% sure انا حليت ايه صح وحليت ايه غلط. دي طبيعه امتحانات المعادله، وده شيء طبيعي في امتحانات المعادله. طيب يبقى ده تاني امتحان نظري في امتحانات البورد الكندي. تعالوا نشوف كده الأسئلة. النجاح من كام قلنا؟ هتدفع تاني؟ طبعا هتدفع تاني، لو وصلت هتدفع تاني طبعا. النجاح من كام قلنا؟ ممكن بعد ما تخلص تذيع التسجيل، التسجيل هيفضل موجود علشان اليوتيوب. If I failed to pass the exam, I should repeat with the same fees. ايوه with the same fees. لو كنت طلعت الشهادات للتسجيل مسبقا من 3 سنين، هل لازم استخرج الشهادات تاني؟ لا مش لازم، عادي مش هتفرق. نافلي ام سي كيو، النافلي ام سي كيو برضه. ممكن اللينك اللي بعرف منه الكليه مسجله ولا لا هيتحط في الديسكربشن بتاع الفيديو. هيتحط لينك للليسته بتاعت الاي في ام اي اللي فيها الفيترينري كولجز اراوند ذا وورلد، وتخش وبيبقى متقسمه بالدول، تخش على الدوله بتاعتك وبعدين تشوف الكليه بتاعتك محطوطه ولا لا. لو الكليه مش مسجله ايه الحل؟ الحل ان الكليه ذات نفسها تخاطب الاي في ام اي، وبيبقى في فورمه الكليه بتبعتها، بتبقى موجوده الفورم دي على الموقع بتاع الاي في ام اي، الكليه بتملاها انها فورم بيطلبوا من الاي في ام اي ان هم يكونوا يبقوا ريجسترد، والاي في ام اي بترد عليهم بتبلغهم ايه المطلوب، الاوراق المطلوبه، وبتحط بتعمل لهم ريجستريشن. طيب دلوقتي لو نجحت في امتحان النافلي اعمل ايه؟ ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده هي الامتحانات العملي او alternative pathways.